هذا الحمد لله بعدا غير يحل عليك وكيت مهدي تجي عندنا ولدي تجي عندك اجي حدا اجي انا نجي عندك انا اجي اخليه خليه وليدي اخليه اجي حبيبي اجي كده انا مهدي لاباس بخير هاني علاش كتبقى تدعي لك بوحدك كنبقاو مخلوعين عليك في الوسواس علاش دابا حنا بقينا مخلوعين عليك خالتك بقات كتدق ما عرفاتك شنو عندك بقى ما غسلتش وجهك فطرتي فطرتي ماشي مشكل لا فطرتي ماشي مشكل يعني. ماشي مشكل مالك اولدي شنو عندك شنو عندك لا صافي ماشي مشكل وعلاش كتبقى تخلعنا عليك كتدعي لك كنبقاو مخلوعين عليك فاز زيد اش من عام زيد ريت في 2001 2001 ياك عندك 20 عام 20 سنه تبارك الله شرفتي ياك الله يرحم الوالده امين الله يرحم جميع اموات محمد الله يرحم جميع اموات محمد جميع المسلمين يا رب يعني مالك وليدي باش كتحس شنو عندك شنو اللي كيخليك تبقى بوحدك وسادالك تنخافوا عليك غير ما كنكونش في الدار بعض المرات كنكون غير ما كنكونش في الدار وكنبقى في الدار صافي هادشي اللي كاين عيتي ملايشه بوحدك اولدي تبغي خالتك تجي تريح معاك تبغي خالتك تجي تريح معاك واه الا بغاش انا ما عندي مشكل انا ما عنديش مشكل شنو كدير في حياتك شنو كدير اوليدي شنو كدير في حياتك خدام خدام دابا شحال هادي ما خدمش صافي هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله هاد الايام اشام خدام والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله هادشي اللي كاين شنو كيضرك شنو كيضربك كتبقى بوحدك شنو كتبقى تقول واش كيجيك الوسواس كيجيك الخوف من بعد من ماتت الوالده الله يرحمها اي واحد كيبقى يخمم الدنيا هذه ما عندك فهمتي الحمد لله اللهم لك الحمد الدنيا هذه ما الدنيا بطبيعة الحال ولكن كتعرف اننا لا بقينا بوحدنا وكنبقاو نخمو وكنبقاو كيجينا واحد الوسواس نقدروا نصابوا باكتئاب هادشي اللي ما بغيناكش توصل ليه ولدي الحمد لله اللهم لك الحمد عزيز عليك خالتك ولا بغات تجي انا ما قلت لها والو عزيز عليك عزيز عليك شكون خالتك الا بغات تجي انا ما قلت لها شي حاجه كتعرفها عرفتيها بعدا عرفتيها خالتي نجاش انا خالته شنو نجاش اش واقع هاد الوليد ماتت ليه بدايه ماما هاد الوليد ولد ولد اختي ماتت ليه امو باه ما كيجيش لعندي حنا بقى بوحدو من الحيط الحيط خبغينا غير اللي يوقف معاه يتعالج ولا شي طبيب ولا شي حاجه انا مستعده نقابلو انا مسوخره رجلي قاطع رجليه انا مستعده نقابلو انا مستعده نزور اخويا راه ماشي ولدي راه خويا وعزيز عليا كبرت انا وياه انت عندك ظروفك عندك الراجل ديالك مقاطع رجليه عندك وليداتك معاقين معاقين ثلاثه ومستعده حتى هو نزيد نقابلو مستعده ما سخيتش بيه عزيز عليا كبرت معاه بغيتو يتعالج ما حدو باقي في العلاج فكي ديتو الفرونسيس طلبوا لي السكارين وما لقيتش باش نخلصو تبارك الله بعقلوش من انا وياك واقيلا خاصنا 36 ياك يا مهدي انت واش بعقلك تبارك الله وصل على النبي راه بعقلو كيعرف شنو كيدير ربما جاتو واحد الحاله ديال الاكتئاب كاع كتجينا الحمد لله الله من ورا وفاه الوالدين خصوصا كنت عزيز عليك ماماك كنت عزيز عليك ماماك راه اي واحد عزيز عليه معزز عليه با راه الدنيا هذه راه الحمد لله اللهم لك الحمد هي سنه الحياه من بعد الوفاة ديال الأم ديالو تأثر تأثر بزاف من بعد الوفاة ديال الأم ديالو تأثر ما بقى لا يحل لا يمشي للحمام لا البارح عاد ديتو عندي للدار أنايا وعومته وحسنت ليه وقلت ليه يلاه تخرج شوية وجاية دابا نيت باش نشوف ليه شي بغيت نشوفو يتعالج أنا ما بغيتش ليه يبقى عساد عليه من دون الدراري راه كيبقى فيا ربي كتخافي دابا من قبيله وحنا كندقوا خفتي ما حلش قلتي هذا راه واقيلا حتى راسه وانا راه عزيز عليا ومصياني عليه مو الاخت المرحومه كان عزيز عليها كان عزيز عليها بزاف دابا شنو دابا تشوفي لي شي تشوفي لي شوفي لي شمرا نتزوج بها من الاخر شوفي يلا شوفي لي شمرا نتزوج بها دابا من هادشي كامل نتزوجوك اسيدي صافي عينك في شي وحده نمشيو نخطبوها قول اوليدي نمشيو نشوفوا لك شي وحده نقلبوا كتعرف شي وحده نمشيو نخطبوها لك نمشيو اوليدي والله حتى نمشيو نمشيو اوليدي علاش لا مشاهدي قناه شوف تي في قصه مؤثره ماساويه لشاب كلكم شفتوه تبارك الله ايه من الجمال اي واحد فينا غيعتبر هذا الوليد ولده
في اعمار اغلبيتنا هذا الولد غيكون في الاعمار ديال وليداتنا. انا بعد هذا الولد في العمر ديال ولدي قدو قد الابن ديالي وتخيلتو الابن ديالي بصراحه ضرني خاطري بزاف. الله يسمح لينا من الوالدين، الوالدين الام خصوصا الام اللي كتمشي تيقول لك الا ماتت الام توسد العتبه ولا مات الاب توسد الركبه. هاد الوليد لا حد الله يرحم من غير هاد الخاله هادي اللي بغات تكلف به. حنا تنوجهوا واحد النداء اللي يقدر يوقف لينا مع مهدي، بغيناه رجع الحاله ديالو الطبيعيه، بغيناه يخدم، بغينا نزوجوه. ماشي بنيته حتى هي غزاله وغادي تجيب حوايج وتجي انا ما قلت لها حتى حاجه تجي هي 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 اللي بغات تجي تبرك معايا في الدار. انا ما مرحبا بك تجي نجي نبرك معاك. شنو خاصك انا جات خاصني المساعده. انا الراجل قاطع رجلي، ثلاثه الدراري معاقين، راه ما كنكذبش اقسم بالله. عارفك انا جات راه كنعرفك ما عندكش تكذب. اقسم بالله ما كنكذب. وهذا الولد راه مستعد نجي نعيش. خاصني غير العوين. عندك التليفون؟ لا ما عندوش التليفون. عندي تليفون ولكن ما خدامش. عندك النمره؟ ها عندك النمره؟ شكون النمره شنو نقول لك؟ الو عندي النمره. شحال النمره ديالك؟ ما حافظهاش. ويلي لا ما حافظش النمره. ما حافظهاش. واش حافظ التليفون خاسر لي دابا. انت صافي من الاخر جا قال لك جوجيه. صافي نجوجي. صافي ندير لك شي عراسيه تكون فيها على تركه تفوت في كورونا. كاينه كورونا ما كاين لا عرس لا والو. ها صافي اش غنقول لك انا؟ كتمشي تزور ماماك؟ مشيتي عندها للروضه؟ مشيتي زرتي الوالده؟ لا زرتي الوالده في المقبره في الروضه؟ وا كنزورها وحنا كنا امرنا لله سبحانه وتعالى. فهمتي؟ شفتك انا في المفرش. ما عندكش الفراش مهدي؟ مفرش في الارض وحاط حداك قران. كتقرا القران بالليل؟ اييه. كتصلي كتقرا القران؟ الله يقبل. يا ربي امين وليدي، يا ربي امين. ندخلوا للدار نشوفوا الدار كيفاش دايره. جا سعيد ندخلوا للدار. تعطينا الرقم ديالك ديال الهاتف. انتي عطينا نمرتك انتي. تفضل اخويا انت مول الدار انت الاول. سبقنا. وري هدي الدويرة، وري الكوزينة ساكت، ورينا فين كينعس مهدي، هدي بلايصتو، هدي البلايصة اللي كتنعس فيها مهدي، ما عندكش ناموسية وليدي؟ ها؟ ما عندكش ناموسية؟ لا كنعس هنايا، كتبقى في الدار ما تتخرجش، ها؟ ما كتخرجش كاع حتى تخرج على بغيتي تسخر. بغى يجيب الحليب اخويا. كنخرج الا بغيت شي حاجه كنمشي كنجيبها. شكون اللي كيعطيك الفلوس؟ واش كتسخر؟ بغيت شي حاجه وانا مره في الدار مره كنخرج انا دابا فهمتي على حساب حتى لين قريتي يا مهدي؟ ها؟ حتى لين قريتي؟ فين؟ القرايه المدرسه حتى لين تعلمتي؟ قريت السابعه. علاش خرجتي من القرايه وليدي؟ ها؟ علاش ما كملتيش حبيبي؟ علاش؟ ما كتابش الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله وليدي الحمد لله. شحال الرقم ديالك ديال التليفون نحطوه؟ 06 بلاتي تقولها سعيد في الاول. قولي 06 06 13 53 37 71. عاودي الرقم 06 13 53 37 71. بلاتي كتبها في لي كومونتير. اختي جي بركي مع ولد اختك الله يرحم لك الواليد. جي جلسي معاه، جيبي راجلك، جيبي وليداتك توانسوا معاه. قولي غنديه دابا. شحال النمره؟ انا غنديه دابا لداري. غتمشي توصل 06 13 53 37 71. عاوديها 06 13 53 37 71. انا كنطلب الناس يعاونوا. هذا راه يتيم وانا جاهز قد نهزو. وخا راجلي قاطع رجلي عندي ثلاثه الدراري معاقين مستعده نزيد عليهم. تهاب راه ولدي اختي راه ولدي ويتيم. شوفوا فين كيعيش هذا. باش شوفات الام ديالو؟ شوفات بالسرطان. شحال دابا باش ماتت؟ دابا ماتت شي 3 سنين هذه باش ماتت. وهو هاد الحاله اللي هو فيها شحال؟ على ساد علي 3 سنين هذه. لا ولكن الدراري نخرج نسولوا الدراري الدرب شوفوا واش غيقولوا لنا عليه. اجا حبيبي معايا. اجي ترك وليدي انت. ترك ولدي الزين ان شاء الله. باذن الله غنفرح بولدي وتخدم وكل شيء ياك ونجوجوك ان شاء الله. الله يسهل عليك حبيبي الله يسهل عليك. سولو
الدراري شكون فيكم يجي يهضر معانا خويا؟ سي محمد اجيو عندنا. اي خلي الباب ما كاينش اللي يقرب لك مهدي. خلي تدخل الشميشه، تدخل الشميشه. السلام عليكم. سلام. هذا الوليد هذا شحال هو هكا؟ شحال باش تبدل عليكم كي كان بعدا؟ اختي اش نقول لك؟ هذا الولد هذا شي 3 سنين هو مريض، مني ماس الوالده ديالو شي 3 سنين ولا 4 سنين باش ماس المرحومه فاطمه الله يرحمها مسكينه. وهي كانت كتقول لينا ردوا البال ليه وداك الشيء الا نعود نشوفها، وهي كانت مريضه، كانت فواحد الحاله ديال ذاك المرض اللي خايب الله يرحمها مسكينه. وكانت بحال اختنا هي والاخت نجات. ومسكين ملي ماس تمو ترفع ما عرفناش شنو، كنوقفوا معاه كاع وكنسولوه وداك الشيء. كان خدام كان عنده واحد الموتور ديال تريبورتور كندير فيه داكشي ديال الديسير، كان نشيط، كان في واحد النشاط بشي شكل، وديما الضحك وداكشي وكيصلي، ديما كيصلي. ولكن ملي ماس تمو حس بحال بانه فريد، هو دابا راه كيعيش بوحده. شنو ممكن المساعده اللي نقدروا نقدموا لهذا الوليد؟ والمساعده راه خصو بعدا يداو اول حاجه. الصراحه ما يستاهلش هذا الوليد. كيف ما قلت اي واحد فينا هو خصو يمشي لشي تكوين يتكون فيه ديك العقليه ديالو تخدم ما تبقاش زاكي، لاقاش الناس قالت العقليه كيتزاد حتى هو في مرض، خصو يخدم شي تكوين وخصو يتعالج بعدا قبل باش ما يبقاش فيه ذاك، ما يبقاش يخمم في مو. عنده خوالاته عنده جيرانه يبقى ديما يهضر معاهم وداك الشيء. ولكن خصو مع من يعمر الوقت حتى هذا الوليد خالته كتجي تدق علينا ما حلش عليها كتخلع. يجتمع مع الناس، يجتمع مع الناس ويمشي مع الناس ويهضر معاهم وداك الشيء. الصراحه هذا الشيء اللي خاصو، ما خصو شي حاجه اخرى، لانه هو ما كيكمي، ما مدمن. تقول زعما هذا كيشرب فانيل ولا كيشرب شي حاجه مخدرات، كيدير حتى شي حاجه كنشوفوا فيه حنا بحال حتى تمشي عليه راسو. قوة الهم وقوة المشاكل. تقريبا انت تقريبا في نفس السن. صراحة الدري في شكل وبخير، راه ما كاين لا صداع لا مشاكل، بعيد من جميع كاع البلاوات وداك الشيء ابار بعيد عليه. هذيك الوقت هذيك البيريود هي ديك هي اللي اثرت لي شويه. الله في المهم نمشي ولا لا؟ خالته شاي واحد، لا ماشي هذه وحده اخرى هي اللي خرجات عليه بغاو يجوا له قدام الكاميرا. راه هي كتعرف المنافق ياخذ في الله الحق. مالها شنو شنو ما قلتيش لينا؟ ها هي تقول خالته ما هي العقدات وكيمشي يبيع 20 هنايا كذا الكروسه تعاونوا معاه كذا تجي لا لا الكروسه كان كيدي لها كتصرف لي على راسها هي اللي كانت كتصرف لي على راسها مريضه نفسيا واخا مريضه نفسيا فارقوهم ما يمكنش مريض نفسي مع مريض نفسي انا فرقتهم ماشي فرقتهم هذه هي حتى هي من الاسباب من الاسباب الكبرى اختي من الاسباب الكبرى نمبر 1 وتشل الام ديالو تشوف تشل الفتره ديال ما تشم وقب وحده راه فاش انا غنبقى بوحدي وتا واحد ما كاين اللي عقل عليا انا راه واخا صاحبي وادي راه ما نقدرش ندير شي حاجه. الله في ميمتك الله في ميمتك الله ينفع. شوفات الام ديالك عندك الحمد لله خلات لك اختها بحال امك واختها اخرى بحال امك، ولكن وحده ما صدقاتش هذه صدقات واحد اخرى هذه تعاونات معاها فهمتيني هي خاصها تعاونوا لا بعد ما تجي عنده تقول لي اجا ولدي المهدي شحال صواشي اليوم؟ صواشي 100 درهم وهذا 400 خسر وخسر لك 80 درهم باش تاخذ التريطمون دير مستقبل تاخذ دويرات الزواج هادشي اللي كيقولوا صحابك. بالله ما كاين شي واحد خلى نفساني غيمشي للمسجد في الوقت هذا هذا كيعرف حتى تلاقى معاه طالق علينا مهدي لا لا ماشي طالقها اقسم لك بالله شوف داك الشيء من الداخل ياك مهدي قولوا طالق عليكم انا نبي خير ولا خير ياك معاك باب بحال هكا مع كلشي الدواء ما كانش هكا ما كانش بحال هكا هادشي اللي بغا نقول لك يضحك معاك كيضحك معاك كان طبيعي وشراي بيع وشري معاك كورا نديرو كيمشي تاجر دار تريبورتور بقى خدام هو وقع لي خات لي خالتي تريبورتور انا اللي خريت لي زوج تريبورتور دابا غادي تجي دابا قررتي غادي تجلسي معاه انا نجي نجلس معاه الا لقيت المساعدة طبيعة الحال حنا غادي نوجهو غنوجهو واحد النداء للمحسنين وشي جمعية تدوي معاهم وتعاون مع وكنتمنى اخويا شي جمعيات فهمتيني ديال المؤمنين وكذا يشوفوا في هاد الناس هادو واخا يعالجوا الدري في شي سبيطار زوين ماشي سبيطار ديال الدوله ماشي سمح لي اخويا مرحبا ماشي شي سبيطار ديال فابور ولا غنديو ليه حنا هو مداوي شي سبيطار اختصاصي فهم معاون شي سبيطار اختصاصي استاذ الله يرحم بالوالدين
حنا ما نجدو لا صاحب الجلاله لا والو لا هذا الشيء بعيد. الجمعيات والناس اللي مكلفين بهذا الشباب والشهاده يديروا مع تاول ديال الخير الله يرحم الوالدين. صافي ودي اخر نقطه مشاهدي قناه شوف تيفي غنختموا معكم هذا المباشر المؤلم اللي كنتمناو من الجمعيات ديال المجتمع المدني لان متاكد انهم ما غيديروا والو. ديما تنقولوا جمعيات المجتمع المدني هما فقط غير كيتصوروا. وكنوجهوا نداءنا للمحسنين ذوي القلوب الرحيمه كنوجهوا لهم نداء انهم يشوفوا في حاله المهدي كيف ما قلت ان اي واحد يحط راسه في بلاصه المهدي ومهدي راه في العمر ديال ابنائنا كاملين راه اي وحده فينا راه ربما انا ولدي راه قدو ربما انت وربما انت اننا غادي نحطوا الرقم ديال الهاتف حطيناه اللي بغى يتواصل مع مهدي اللي بغى يقدم لي هذه المساعده للاسف الشديد فينا هو الدور ديال المجتمع المدني فينا هو الدور ديال المرشحين ديال الدوائر اللي ما سيقش الاخبار انه كاين واحد الشاب بحال مهدي اللي كان ممكن انه يدير الاهداف في راسه لان تنعرفوا ملي كيدخل الانسان في حاله اكتئاب اشنو ممكن يوقع عليه لان الاكتئاب كيؤدي للعديد من العواقب بحال ان الانسان كيصفيها لراسو بحال ان كيبقى يفكر الانسان بوحده ما كيلقى داير به لا حنين لا رحيم وخصوصا بعد الوفاه ديالو. مشاهدي قناه شوف تيفي غنختموا معكم هذا المباشر على امل اننا نلقاكم في مباشر اخر باذن الله.